بدي اموت وما اروح معك، اتركني. ليكي وليه؟ انا جوزك وبدك تروحي معي. يلا لشوف. انا عم بتطلق منك، يعني الموضوع انتهى، فهمت؟ ايه يلا امشي. ليش ما عم تقعدي عقلي؟ بدك تسببيني مشاكل يعني؟ الله يوفقك، مشان الله اتركني روح، انا بس بدي اجتمع بولادي. عمر عم تتقاوع عليهن ولك؟ اصلا بس الاشخاص الواطيين اللي مثلك هنن اللي بيتقاوع على البنات. عامل حالك زلمة ها؟ تعال واجهني لشوف. يلا. شو قالت لك؟ ما في مشاكل ما هيك؟ امي انت منيحة؟ بكفي بقى نوال، شو عم تحققي معي؟ استغفر الله يا امي، انا ما بحق لي انه استجوبك او اسالك، بس انا اكلت هم انه يكون صاير معك شي مشكله، وبما انه داوود راح قلت لحالي بنقعد بنحكي سوا على راحتنا. الانسه اسماء امورها بخير، لا تاكل هم بنوب، نحن بس ضمضنا ايدها شوي، الحمد لله على سلامتها. شكرا دكتور. خالي عائشه كانت رح تلتقي مع عمي، بس لهلا ما عم بقدر اوصل لها، خايفه انه يكون صاير معها شي. صح كلامك، هن التقوا واخذت من عمك شنتاية مصاري كبيرة وراحت، يعني هي هلأ بتكون مبسوطة، ما في داعي تاكلي همها. سهر أنا هون يا بنتي، بترجاكي تعي ساعديني. لا تتعذبي على الفاضي، ما رح تطلعي من هون، لهيك قعدي عقلي وبلا هالحركات هي. ليش عم تطلع على المراية؟ تطلع قدامك وسوق منيح. شو أول مرة بتسوق سيارة؟ لا يا خانم، أنا بس عم شوف السيارة التاكسي اللي ورانا. وشو فيها التاكسي؟ لا تطلع وراك، تطلع قدامك وسوق مثل العالم والخلق. التاكسي اللي ورانا من وقت ما طلعنا من البيت عم تلحقنا يا خانم. أول شي ما كنت متأكد، بس بعدين تأكدت كتير إنه هي عم تلحقنا. إذا مالي غلطان بعتقد إنه في جواتها بنت كمان. شو ساوي يا خانم؟ شو هالسؤال؟ طبعاً بدك تضيعن ابني. حاضر يا خانم. أخ يا سهر، أخ منك يا حفيدتي أخ. وينهن أخي؟ ليش ما عم شوفهن؟ وأنا ما فهمت شو اللي صار يا أختي، دخلت كم سيارة بيناتنا وبعدين اختفوا فجأة. ما فهمت شو يعني اختفوا؟ مو على أساس ما رح تضيعهم؟ لو الموضوع بالطريق عادي، بس سيارته أقوى بكتير من السيارة تبعي. الزلمة لما فهم إنه عم نلحقه طار بسيارته. أختي شو قررتي؟ وين بدنا نروح هلا؟ ما بعرف، خلص روح على اليمين. طيب ماشي. أكيد ضوعنا هون، على القليلة صار في بيناتنا 2 كيلومتر. بسرعة تصلي بسهر، اخترعي أي شي وخليها تجي لعندك. اصحك تفلت شي كلمة من تمك، وخصوصا بموضوع أمه. اصحك يا نوال، فهمتي؟ فهمت أمي، لا تاكلي هم أبدا، أنا ما رح أقول إنه أنت بخبي يجي النار عندك. غبية، على القليلة جلنار كانت تقول الكلمة بمحلها. على الأغلب هن راحوا من الطريق الثاني، إذا بدك منرجع. قولي لي شو ساوي؟ إذا بدك بكمل ما في مشكلة، بس حرام مشانك يعني. أمي. إيه مرت عمو، حتى لو ما قلتي لي أنت كنت جاي، لأنه كمان في عندي حكي بدي أحكي معك، بعد شوي بكون عندك.
خلينا نرجع. مثل ما بدك. شو عم تعمل الحية؟ عم تضايقني يا خانم، جبت لها أكل بس ما عم تاكل. أمرينا ما تاكل. تفضلي، قبل شوي جبته. بعرف إنه مانك غبية لحتى تفكري إنه أنا سامحتك يا جلنار، بس أنا كمان ماني غبية لدرجة إني وسخ إيدي بدمك الوسخ. أنتي مجرمة واطية ما بتستحقي شرف إني موتك بإيدي. يعني ما في حدا بيعرف يدق هالباب مثل العالم والخلق، مو ناقص غير انهم يكسروه بقى. سهر؟ شو عم بصير؟ صحي عمي عطى مصاري لأمي؟ لك انتو شو اللي بدكن ياه؟ أنا كبرت بهي العيلة، معقولة ما عرفتكن لهلأ؟ يعني ما خجلتوا لما عرضتوا مصاري على أمي مشان تروح؟ سهر حبيبتي اهدي شوي، قعدي هون بالأول خدي نفس وبنحكي سوا. ايه؟ شو بدنا نحكي مرت عمي؟ فكرتوا انه رح تقنعوا أمي بالمصاري ما هيك؟ عن جد أنا ما عم صدق ابنه، ما عندكن ضمير ولا وجدان. مو قلتي لأنك رفيقتها وعلى أساس كنتي رح تساعديها؟ انتي ليش ساكتة؟ يلا جاوبيني. لا تخافي أنا رح جاوبك، بس ما بعرف إذا يلي رح تسمعي رح يساعدك يا سهر. إذا حابة تعرفي شو عملت أمك اللي وثقتي فيها كتير أنا رح قلك. لا تلعبي بعصابي واحكي بسرعة يلا. مزبوط، عمك داود راح وعرض على أمك مصاري، بس برأيك شو عملت؟ هي بكل بساطة قبلت أنه تاخد المصاري وقبلت أنه تطلع من حياتكن نهائياً. جلنار اللي احترقت من شان ولادها ببساطة تركتهم وقررت تروح وتبلش حياة جديدة بعيدة عنكن. يا سهر، أمك راحت تنسيها، أمك تركتك وراحت. كيف؟ عم تقولي أمي راحت؟ بالنسبة لإلي مجرمة مثلك كل نفس بتاخده بيكون حرام، بس مع هذا الشيء حتى لو مالي كتير مهتمة في إلك مخرج بخلصك يا جلنار. هالبطاقة، هاي البطاقة هي مخرجك من الموت يا جلنار. أنت رح تنقلعي من حياتنا وتروحي، ولبين ما أجلك يجي ويدق بابك بتكوني صرتي بعيدة عنا ورح تموتي مع الذنب اللي معلق برقبتك يا مجرمة.
مع إنه ما بتستاهلي أبداً، بس أنا هلأ عم أقدم لك حلين يا جلنار، وأنتي ما في قدامك حل غير تختاري واحد منهم. يا أما بتاخدي هاي البطاقة هلأ وبتروحي من هون فوراً، يا أما بتروحي على جهنم يلي أنتي بدك تروحي عليها أصلاً. اللي قصدي أقوله نقلعي فوراً من حياتنا ولا تقربي من أحفادي نهائياً. قليلي كيف بتحبي تروحي يا جلنار؟ اثنيناتهم بيعنوا الموت، يا أما بتاخدي روحي هلأ يا باخد البطاقة وبروح. شو الفرق يعني؟ كل ما كان ولادي مو فيه هو قبر بالنسبة إلي. عملتي فيني نفس الشيء، من وقت ما أخدتي ابني صار أي مكان قبر بالنسبة إلي. يا أما بتموتي هون يا أما بتنقلعي وبتروحي، ما في حل تاني غيره بنوب. لا تعذبي حالك على الفاضي جلنار، أنا عملت الشي اللي ما قدرتي أنت تعمليه، أعطيتك حلين اختاري بيناتهم. عندك مهلة كم يوم جلنار، ولبين ما تقرري رح تضلي هون. ما رح أتخلى عن ولادي أمي آسيا، سمعتيني؟ ما رح أتخلى. قد ما بدك تخليني هون خليني، ما رح أغير قراري. الله كبير، إذا أنت عندك غضب وحقد أنا عندي إيمان. شو ما بدك أعملي ما بتقدري تبعديني عن ولادي، ربنا ما رح يسمح بهالشي. هاي هي الحقيقة يا سحر، أنا ما توقعت هذا الشيء أبداً، بس مو على الفاضي بيقولوا إن المصاري بتغير الإنسان. لا مو صحيح، هالشيء مستحيل. أمي ما بتتركنا وبتمشي، ما بتبيعنا بشوية مصاري، لو عطيتوها مال الدنيا ما بتتركنا. عم تفهمي بنتي سحر؟ بعرف إنه هذا الشيء صعب عليكي، أنا كمان كنت مفكرة مثلك، كنت أقول إنه جلنار مستحيل تترك ولادها وتروح، بس يعني اللي صار واضح يا بنتي. على أساس عمي كان واقف معنا وكان بده يعني نكون مع أمنا مو هيك؟ ليش عطاها مصاري؟ طالما أنتي وعمي كنتوا معنا ليش عملتوا هيك يا مرت عمي؟ قليلي ليش؟ يعني ليش برأيك يا بنتي؟ أكيد بسبب ستك. فكرك من وقت ما أجت تركت عمك بحاله؟ من الصبح للمساء وهي نازلة نق فوق راسه، قالت له إذا ما أنت عملت شيء أنا بدي أعمل، وعمك كان مجبور يساوي هيك. لا تزعلي منه يا بنتي، يعني هو عمل هالشي بس منشان يحمي جلنار من الأم آسيا، يعني هو كان بده جلنار تروح من هون وتنقذ حياتها منشان ما تأذيها الأم آسيا. أمي مستحيل تاخد مصاري ومستحيل تتركنا. بس هي راحت يا بنتي، معناتها أكيد هي ما كان عندها حل تاني، ما هيك؟ يعني لو ما اقتنعت بكلام عمك معقول تاخد المصاري وتمشي؟ لا أمي ما بتعمل هيك، لو شو ما صار مستحيل تتخلى عنا. اسمعيني بنتي، وأنا اتضايقت بس هذا اللي صار. أمك هلأ راحت، يعني حتى لو بكيتي وانقهرتي ما رح تقدر تغير الحقيقة يا بنتي، مو هيك؟ أختي أهلا وسهلا. أختي شوفي
يعني شو بده يكون فيه؟ أختي ليش عم تبكي؟ شو اللي صاير؟ يلا أحكي. أمي وين ستي؟ وشو بيعرفني؟ أصلاً أمك نسيت أنه عندها بيت. خديها هلأ بتنزع الصوف. لا تعيطي عليها. ها هاي إجت أمك. يلا روحي. أمي حبيبتي هاد أنا. طلعي فيني؟ ليش عم تبكي؟ مين مزعلك؟ ليش يعني؟ أما من الصبح مو مبينة. ليك عثمان، نحن عم نتحمل كتير. ها وبعدين معها، خليها تهتم ببيتها شوي. ماشي أمي طولي بالك، بس تجي أنا بحاكيها. على أساس بترد عليك؟ ليك خليك زلمي وحاكيها باللغة اللي بتفهم عليها، فهمت؟ خلاص حبيبتي لا عاد تبكي. هلأ بتجي أمك ماشي؟ هلأ بتجي أمك ماشي؟ لكن استنوا لنشوف أمتى بدها تشرف الخانم. بس آخ لو كان ابني زلمي ما كان صار فينا هيك. أختي كم مرة بدي عد لك؟ قلت لك ما في شي، أنا منيحة. بس أنت شو صاير لك؟ ليش هيك إيدك؟ ما في شي أختي، بس كانت عم توجعني شوي لهيك لفيتها. لا تاكلي همي، قليلي شو صاير معك؟ ليكون في حدا ضايقك احكي لي أختي. ما في شي مهم، أنت بتعرفيها لنريمان خانم بتضل تنق على راسها. أخ يا أختي، مشان هيك أنت متضايقة؟ ما بتعرفيها للخالة نريمان؟ شو ما قلتي وعملتي ما بتتغير. يلا لا تضايقي حالك، ليكي قومي نطلع نتعشى سوا ومنحكي مع بعض شوي. مو اليوم أنا رايحة، هلأ روز بتكون عم تعذب مرت عمي. أنا بروح وبجيبها لهون. لا لازم روح، برجع بعدين. طيب مثل ما بدك. أختي لا تحطي ببالك الخالة ناريمان، بدنا نتحملها شو نساوي؟ ما في داعي تضايقي حالك. قومي. يلا قعدي هون. اتركني روح بترجاك. لك انت ما عندك اولاد، ما عندك عيله، ليش عم تعمل فيني هيك؟ اسكتي ولا كلمه. وبعدين معك على الكرسي ما رح يمشي الحال. تعالي لهون لشوف. هيك ما عاد تعذب معك وما عاد فيكي تهربي ابدا كمان. سهر لازم تكوني اقوى من هيك، خليتي اسماء تاكل همك على الفاضي. شو بدنا نعمل؟ يلي صار صار. مستحيل يصير هالشي مرت عمي. شو ما بدك اعملي انا ما رح صدق انه امي تركتنا. بس بنتي بدي روح فورا احكي مع عمي وهو رح يحكي لي شو صار من البدايه. وإذا بيكون صاير لشي لأمي وقتها ما رح تتوقعوا شو بدي أعمل فيكن. طيب يا سهر، إذا ما صدقت اللي قلته بس يرجع عمك من أنقرة بتحكي معه وهو بيقلك شو صار. سهر أنا كمان متضايقة مثلك يا بنتي، حتى ولو زعلتي مني وحتى لو اعتبرتيني مذنبة أنا رح ضل واقفة جنبكن دائما. عمتي أنا بدي روح. لوين ياسمين خانم؟ مو قلت لك بدي شوف سباق؟ شو صاير لك يا بنت؟ معقول تطلعي كل يوم؟
روحي بدلي ثيابك بسرعة وتعالي ساعديني. بس يا عمتي أنا قلت لك بدي روح وأنتي وافقتي. إيه خلاص فهمت ماشي. أنا داخل من النقاش تبعك، وين ما بدك روحي وشو ما بدك اعملي. آخ يا جلنار أنتي وينك لهلأ؟ كأنه انشقت الأرض وبلعتها. الله لا يقدر، يا رب ما يكون صاير معها شي. خدي يلا كلي لشوف، إذا ضليتي هيك بتموتي من الجوع. ما بدي أكل، ما بدي أي شيء منكم، عم تفهموا؟ إن شاء الله عمرك. ليش عم عذب حالي أنا؟ موتي من الجوع ريحيني. ما بتقدروا تبعدوني عن ولادي، شو ما بدك اعملي يا ام آسيا ما رح تفرقيني عنهم. اهلا وسهلا. اهلين ستي، شو وين كنتي؟ قلت لحالي بتمشى جنب البحر يا بنتي، طول النهار قاعدة بين هالحيطان، الواحد بدي يخلقه. منيح يلي عملتي هيك، هون ما في أراضي حلوة مثل يلي موجودة بملاطيا. ايه والله. انتي لوين رايحة بوقت الأكل؟ تعرفي ستي الشغل ما بيرحم. طبعا يا بنتي الشغل ما بيستنى، الله يرضى عليك ويوفقك. تسلمي يا أحلى ست بالعالم. بخاطرك. أهلين أمي، إمتى أجيتي؟ والله أكلت همك. ما صار لي زمان واصلة. شو صار مع جلنار؟ هي الحي انتهت، بس ضل شوية وقت. فهمت عليكي. أنا حكيت مع سهر قبل شوي، قلت لها أنه جلنار أخذت المصاري وراحت، بس طبعا مثل العادة ما صدقتني وسمعتني كلام وبدها تحكي مع داود، وأنا قلت لها روحي واحكي معه، أصلاً رح تسمع من داود نفس الحكي. لازم نحكي مع داود، وبدنا إياه يقنع سهر بأي طريقة إنه أمه أخذت المصاري وراحت من هون. روحي اعملي اللازم. لا تاكلي هم يا أمي، داود بعد شوي بيوصل من أنقرة، وأول ما يوصل على البيت بحاكي، وأنا رح أقول له شو لازم يساوي. سهر متت من قلقي، في شي خبر؟ في بس. ايه خير بنتي؟ عادي لشوف. رحت لعند مرت عمي. ايه قال عمي حكى مع امي مشان تروح من هون، ولها سبب طلب يشوفها. عمي عرض مصاري على امي مشان تتركنا وتمشي خالتي، وقال امي اخذت المصاري وراحت. مو لهالدرجة يا بنتي، جنار شو قلها شغل بالمصاري؟ معقول تترككن مشان هيك؟ مستحيل، ما بصدق. طبعاً وأنا ما صدقت هالشي. واضح إنه في شي مخبيينه. أمي مو مبينة وينها، خايفة يكون صاير لها شي مو منيح لا سمح الله. يا ترى شو بيكون صاير معها؟ هلأ شو بدنا نعمل سهر؟ وين لازم ندور عليها؟ كيف بدنا نلاقيها؟ رايحة أحكي مع عمي، لازم يحكي لي بالتفصيل شو يلي صاير. إذا أزوه لأمي أنا بعرف وقتها شو لازم أعمل فيهن منيح. صدقيني أنا ما رح أرحمهم بالمرة. Thank you.
ألو نوال، قبل شوي نزلت من الطيارة، في شي أخبار متعلقة بجلنار؟ شو بده يكون فيه يا داود؟ المرأة أخذت المصاري وراحت، فضل هالشي نحن عرفناها قديش هي بتكون أم منيحة. ما بعتقد هالشي، اتنيناتنا منعرف جلنار، هي مستحيل تتخلى عن ولادها بهالسهولة. خليك مفتحة عيونك منيح، يمكن بأي لحظة تجي على البيت. لا حبيبي مستحيل، لا تاكل هم بنوب، جلنار ما رح تجي لهون. سهر اجت وقالت اتصلت فيها كتير، بس جلنار مو رادة على تليفوناتها أبدا. يعني لما أخذت المصاري نسيت ولادها وراح. برأيي لا عاد تاكل هم يا داود، هذا الموضوع انتهى. طيب ماشي، إن شاء الله نخلص من هالموضوع. ليكي ديري بالك منيح لا تحكي لك شي كلمة قدام أمي. طيب حبيبي لا تاكل هم، أنا مستحيل أحكي شي أبدا. ماشي نوال، أنا هلأ رايح على الشركة، عندي شغل، شوفك المساء. ماشي حبيبي. شو صار فيها بليلة عرسها؟ وقديش تعذبت؟ معك حق، بس الله حماها من شيء أسوأ، كان ممكن تضل تتعرض للضرب منه طول عمرها. قديش في بنات مثل زينب، يا ريت نقدر نساعدهم كلهم. زينب يا روحي، لو درتوا بالكن على بنتكن ما كان صار هيك، ولكن تبكيتوا. معك حق يا بنتي، نحن غلطنا، شو بدي أقول، يلي صار صار. بس يا خالتي هالحكي ما رح يفيد زينب بشي بنوب، ما رح تنسى هالشي طول ما هي عايشة، لا سمح الله لو صار معها شي أسوأ. يعني مثلا لو هالزلمة موتها. لا تقولي هيك، نحن غلطنا يا بنتي، بس بعد ما شفت بنتي بهالحالة ما عاد سامحه أبدا. أنا رايح لحتى أشوف السيد عثمان. سامحيني يا بنتي، سامحيني، كل شي صار معك كان بسببي أنا. سامحيني يا بنتي لأني سلمتك لهالمجرم قليل الوجدان، بترجاكي سامحيني، ما قدرت دير بالي على بنتي الوحيدة، أنا ما قدرت أني أحميكي. يلي كنت خايف منه صار، بدل ما كنت تاكل هم العالم وكلامها كنت اسمع كلام بنتك، وقتها ما كان صار هيك وانت بتعرف. يفترض زينب هلأ تكون ببيت أبوها مو قاعدة هون. أنا ندمان كتير يا ابني كتير، أنا بعرف أنه بعد الشيء اللي صار شو ما عملت وشو ما قلت كله على الفاضي، بس صدقني أنا كتير ندمان، يعني بنتي الوحيدة شوية تانية كانت رح تموت بسببي يا أستاذ. أنا من هلأ ورايح ما بعرف كيف بدي أطلع بوش بنتي. ما في إنسان ما بيغلط، بس المهم إنه نحنا نتعلم من أغلاطنا، ممكن تصلح كل شي صار بس لا توقع بنفس الغلط مرة تانية. يعني من هلأ ورايح لا ترد على كلام الناس، دير بالك على بنتك، حسسها إنك بتحبها، وإذا هي عرفت إنه أبوها ندمان أنا واثق أنه بوقتها هي رح تسامحك. بعد كل اللي صار ممكن أنه بنتي تسامحني؟ طبعا، صحيح يلي صار معها صعب أنها تنساه بسهولة، بس بدعمكن وحبكن لإلها أكيد رح تطلب تفتح صفحة جديدة. عثمان تعال، زينب صحيت. ألف حمد وشكر يا رب. يلا بنتي روحي، الحمد والشكر لك يا رب لأنه حملنا ياك يا بنتي، يا روحي انتي.
أنا ما بحق لي أطلب منك السماح. بعرف يا بنتي، بس بترجاكي سامحيني، بعرف إني غلطت بحقك. صدقيني أنا تعلمت درس من هالشي اللي صار، بس من هلأ ورايح أنا بوعدك ما حدا رح يقدر يلمس شعرة من شعراتك يا بنتي. بابا أنا مستحيل أزعل منك، أنت روحي وقلبي. اسمعني بابا، أنا جاهزة أنسى كل شي، بس أنت لا تدر لي ظهرك، خليك معي دائما ماشي؟ بنتي أنا رح ضل جنبك، الشي اللي أنا ما عملته معك أنت عملتي معي، الله يرضى عليك ويوفقك. يعني مرة تانية أنت ما رح تجبرني على أي شيء أنا ما بدي إياه، ما هيك بابا؟ حتى لو أهل الحارة حكوا عني إيه؟ يحكوا يلي بالدنيا، ما بيهمني أبدا. ليش فكرك كلام أهل الحارة أهم من روحك؟ أكيد ما في يا بنتي، من هلأ ورايح يلي بدك إياه رح يصير، وموضوع هالمجرم نجمي خلص تسكر على الآخر، بموت مو بسلمك إله مرة تانية. لا تاكلي هم، كل شي انتهى، سامحيني. سيد داود، اجت المدام سهر. عمي ضروري انه نحكي سوا. شو صاير لك؟ هيك بدون إذن ولا السلام؟ شو اللي صاير؟ أنت بدك تقلي شو يلي صاير؟ أمي وينها ولوين راحت؟ هلأ بدك تقلي عمي؟ طيب وجدان، روحي أنت. عدي، يلا جلنار تحملي شوي، تحملتي 20 سنة ورا قضبان الحديد مشان ولادك، لا تخلي الحبل الصغير يوقف بطريقك ويضعفك، لا تفقدي الأمل. يلا لازم تروحي لعند ولادك. الشي اللي سمعته صح؟ قال عرضت على أمي مصاري مشان تتركنا وتمشي، وعلى أساس أخذت المصاري وراحت. حكي لي شوي اللي صار بالتفصيل، لأنه عقلي ما عم يستوعب، أنا مستحيل صدق هذا الشي. اسمعيني يا بنتي، قد ما كان صعب أنك تتقبلي أنه أمك تركتكن وراحت، بس هذا اللي صار. مستحيل، أمي مستحيل تعمل هيك شي، أمي ما بتبيع أولادها أبداً. بعرف منيح أنه آخر هم المصاري. أصلاً هي لما أخذت المصاري ما كانت مبسوطة يا بنتي، بس لأنه كانوا لازمين أخذتهم، كان لازم تبلش حياة جديدة. هي ما كانت تتمنى يصير هيك، بس بالآخر كانت مجبورة لأنه ظروفها صعبة كتير. كيف يعني مجبورة؟ الأمور كانت كتير عم تتحسن، وأنا صدقتها أنها بريئة. أنا وأمي اتفقنا أنه نخبر أسماء الحقيقة. هاي المرة هي اللي تحملت كل هالعذاب مشان أولادها، مستحيل إنه تستسلم هلأ، ما بصدق إنه تروح. الأحلام إلى حدود يا بنتي، يعني الواحد منا مو كل شي بيحلم فيه ممكن إنه يتحقق يا سهر. وأمك بالنهاية عرفت إنه عم تتأمل على الفاضي، وفهمت منيح إنه لا أسماء ولا ياسين رح يسامحوها، لهيك راحت. أنت بتعرفي كتير منيح إخواتك شو بيحكوا عنا. إيه بس هن لما يعرفوا الحقيقة أكيد رح يغيروا رأيهم، وكنا رح نرجع عائلة وحدة. بنتي جاوبيني بصراحة، انتي مآمنة بالشي اللي عم بتقولي هلأ؟ أخواتك اللي ربتهم ستهم على أنهم يكرهوا ويحقدوا على أمهم، فكرك رح يصدقوا أنه أمك مو مجرمة؟ بس أنا مصدقتها. أنتي صدقتي لأنك أم كمان، حطيتي حالك بمكان جلنار وقلتي لحالك مثل ما أنا ما بيتم بنتي هي كمان ما رح تيتمنا. أنتي آمنتي ببراءة أمك، بس أخواتك شو رأيهم؟ يعني مفكرة أنه رح يكونوا مثلك متسامحين؟ وأمك بدل ما تطلع بوشهم بعد كل هالسنين الطويلة وتخرب حياتهم كمان،
اختارت انها تبعد عنهم. برأيي انه هي عملت الصح. كوني واثقة انه هيك احسن للكل يا بنتي. صحة وهنا يا امي. الاخبار كتير منيحة. قبل شوي حكيت مع داود واقنعته انه جلنار اخذت المصاري وراحت. حتى لو حكى مع سهر ما في مشكلة ابدا. لا تاكلي هم. ماشي، أنا رايحة لشوف البنات. فداء بتكون قلبة المطبخ فوقاني تحتاني. داخل إيه من شوفت وشها اللي بيقطع الرزق؟ يعني إذا ضحكتي بوشي مثلاً أو قلتي لي برافو عليك منيح اللي عملتيه بتموتي؟ بس أمي وعدتني، قالت إنه ما رح تتركنا بالمرة. كيف بتروح هيك من دون ما تودعني؟ الوداع دايما صعب يا بنتي. يعني أمك بالنهاية مثل ما إجت ودخلت على حياتنا فجأة اختارت إنه تطلع منا. طيب لنفترض إنه ما بدها تخبر أخواتي، بس على القليلة كانت تضل مشاني. بكفي أنا أعرف إنه هي أمي يا عمي. نحن ما كنا رح نخبر حدا، بس هي تضل. ستك حلفت إنه رح تخرب حياة جلنار. فكرك لو ضلت كانت رح تريحها لأمك؟ لو شو ما صار ما لازم تمشي. بعرف منيح خيبة الأمل اللي صابتك يا بنتي، بس أمك عملت الصح. مشان سعادة أخواتك ومشان راحتهم أمك تخلت عنكن وراحت. هلأ يمكن ما عم تتقبلي، بس مع الأيام رح تعرفي إنه الشيء اللي سوته أمك فيه خير للكل. طيب أنا شو كان ذنبي؟ ما بحق لي يكون مبسوطة يا عمي. ليش لحتى تضحي فيني؟ Geçer sanmıştım aylar geçti unutmadım seni gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda